عندك شي صديق تعرفه مثلا شحال شرا داك الحمام؟ هي واحد ما تعرف عندي تيبان بالنسبه لنا الفريض انه هي بنتي وما تساوي والو. هذا 3 اصدقاء جاوا 5000 جوج 5000 شنو؟ 5000 درهم 5000 درهم جوج هادو هي الاصدقاء جاوا ما تسمع حنا شي ناس اللي شدوا بلي ملاهي كاين واحد السيد صاحبي راشد هو حاسب اللي خريطه. مرحبا مرحبا الله يبارك فيك. مرحبا بك في قناتكم سميتو البال. شحال هذه يلاه كتبت هذا كتبت هذا مزيان. صح مزيان صوت بانين خير من 2000 امور تاعك بحال الطريقه مزيان. شحال هذه باش نكتب نشوف نشوف موعد مطلق موعد مطلق موعد مطلق ما تلاقينا وكتاب اليوم وكتاب اليوم حيت حتى انا كل حاجه بالاجل ديالها داكشي كل حاجه مقرره بالاجل ديالها. نعم مبروك الله يبارك فيك. شوف هنا الجوب هنا ناس محامي تحية لدافع السابة اللي كاينين هنا. قول لي رضا بالنسبة للحمام كيفاش كيفاش عرفتي؟ اخويا بحال في الشوكة من الصغر نقول لك في علاجي هذاك كانوا شي لقطات في الطفولة كاع كان واحد اختها ولد كيجي من الحمام. نعم ديك الساعات دخلات الفكرة وكتبنا الحمام وشفنا واحد 19 هذاك الحمام اللي كان هذيك الوقيتة. نعم إعدادي يقول تقريبا 2006 ما كانش ديك الساعة الحمام ما كانش عنده بحال هاد الشعبية اللي كاينة دابا. هو شعبي بين الناس ديالو وبين الناس صاحب الراجل كيف هادشي تاع الإعلام وداك الشيء ما كانش. نعم وكان فيه البركة ديك الساعة راه 30 درهم كذا هذا تجيب والله تجيب الناس فيهم خصني لاصق جيتي بالفعل ديريكت ولا جبتي شي حاجه اخرى؟ شو كتضرب هذا الفعل بقى لك بالفعل اشنا باقي عقل على ذوك الوينات اللي كانوا فيهم ديك او الشكل ديالهم؟ جينا ديك الساعات لقيت انا عقل السوق تمشي تخطف على هي هذا كذا هذا الريش هو ديك الكتيبه تاع ديك الوقيته بحال هذيك هي واحد الكتيبه تمهيجيه تعرف غير لي لونسيون دوفار ديك الساعات بدات تجي كاع الحمام وكذا ما كانش بحال قلتي كاتب على قد قياس على قد الامر ديالك ولا كيف تاع الدراري الصغار كيف نقول لك راه هو خارق ولي زعما قلت كان بزاف اليوم دابا تعلمناه الحمام وكذا درت لهم شي حمام خارق نعم اذا قربوا عليهم شويه حتى الحمام ديك الساعه عاوتاني مساعد حتى الحمام تجيب لي حمام كلشي مفرج بحال قلتي دابا راه ولات كفرازو بحال قلتي واحد اليوم ولا هذه راه غير هذه نعم حاليا وخاش مستمر انما ما لاحظتش بانه هذا العام الاخر هذا العام انه نقدروا عاوتاني نرجعوا لهذاك الشيء. هو القضيه تاع الرجوع بيرجع داك الشيء وحسن من داك الشيء ان شاء الله تعالى. علاش شنو هو المشكل ودابا الاشكاليه اللي ولات في الحمام؟ راه دابا حتى اذا نقول حنايا الحقبه ديالنا ولا جينيس تاع دابا حنا دابا راه غادي واحد اللي يمشي ويا طالع حيت دابا مشى شويه كتبنا العلميات ما بقاش داك الشيء تقليدي حتى كان ديال داكشي تقليدي دوك الناس بداو حنا ان شاء الله غادي نكملو مزيان واخا. ودابا الحميمات اللي كاينين عندك حاليا واش سلالة وحدة؟ هو دابا سلالة وحدة هي سلالة وحدة شتينا واحد الحميمات الواحد طيبين بخير تعاملوا معنا حتى هما شتينا واحد الحميمات مقارنة تنقول حنا بالوقت الحميمات بعدا فيهم ما يتشاف تيفرحوا خاصهم الخدمة تيجي الخدمة لي تيجي الهارد وورك كلا داكشي الهارد وورك ياك تيجي الخدمة شي واحد لي عندو الصبار شوية قليل ولا عندو الشوفة ما مستقراش راه غادي يقدر يحيدهم ولا يقلقو وكذا ولكن هما حنيمة تبداو هي الخدمة نقدرو نزيدو نوضح لهم اشنو هي قاعدة الخدمة واش تعني بها فهمتيني السؤال بلا لا السؤال فهمت انا مولاي كتابة راه تكون شوية ديك الصورة عند المجال طبيعي صحيح تعرف شنو واقع ياك تشوف فرد انا كاع خاطر دابا كاين الحمام اللي السلالة كنفكرو السلالة كاين السلالة اللي كنقولو سلالة زينة زعما مثلا دابا مثلا واحد السلالة معينة تا هو عاجبها وعاجبها بزاف الناس والسلالة ناوية على راسها. نعم ايه واش كنت تختينا كاين السلالة تكون نقية ما تكرفسكش وبحال يجيب هذا مخدومة ورا بحال قلت لي واحد الخط واحد المسار وواحد غير فين نتايا فين فين شتي هذاك هذاك المسار واش من الوسط ولا من الاخر ولا من كيقدر نبدا نوضح الامر هذا مزيان فهمتي
بحال قلنا مثلا قبضنا جوج في الاول خلاص ما بين سلالات معروفين، من بعد درنا منهم واحد الاسره واحد عائله عاد حنا في السلاله. هذا الشيء اللي قلنا بين السلاله كي هما يا راسي حنا نكون بحال هكا تخرج ورا شي سلاله هذه هي الجيجه اللي راه يخرج في السلاله بين قوسين خط ما بين السلالات المعروفه النقيه الحمد لله خط ما بين الرومي تلقى مثلا سلاله متميزه نعم متميزه على سلاله اخرى حتى مواصفه سلاله اخرى متميزه اخرى تحاول تخير الامور او تطور يجي مثلا واحد واحد اللي لمسه ديالك واحد السينيا ديالك هذاك الشيء اللي درت علاش شتينا مثلا انا يا انا حبيبي ما تمشي شتي لهم ما شريفهمش توقف لهم الله ما خيبوش معانا عطاونا حبيبي ما تمشي باش ما بيهم فرحنا بيهم عطاونا حبيبي ما تناقصين تحاول لا تنقي تنقي وجدي خاطر هذا هو الصبر اللي تكلمت عليه قبيله انه الانسان ما تصبر تنقيها كاين الحمام اللي تبع تنقيها واحد حبيبي ما تمر داخل فيهم حبيبي ما زوينين ولكن ماشي 100% تبعهم تنقيها وكاين السلال اللي تكون مكوكة ميسرة تخدم بها هي يعني ولا حد التجربة ديالي حد الآن حد الثمرة العقل تاع العام اللي فات ماشي هو العقل تاع تمشي على حسب التجربة وكل واحد المرجع ديالو كي تكتب ليه كي تكتب التجربة كي تجي تسجل كل واحد كي تيخدم باش يوصل للنتيجة اللي بغاو كل واحد غير شي بغاو أنا كنحس أن تنقصو التجربة تبان الصاحب نقدر نطرح واحد السؤال هو دابا الحمام واش المستوى ديال الحمام واش انطلاقا من الحمام ذاته ك ك ك كطائر ولا كمولود اللي كتدخل فيه يعني شكون اللي بيتصور هذا الحمام واش الحمام هو نيت ولا هذاك اللي كت يعني المولع او المربي دابا حاليا حنا بحال اللي نقول انا اللي بغيت نقول حنا كنعمل دابا هاد الهوايه كيبقى على مكسر عندك شي صديق تعرفه مثلا شحال شرا داك الحمام هي واحد تاع الفعل اللي تيبان بالنسبه لنا الفريق انه هي من هي ومساوي واحد وفي هذا ثلاث اصدقاء ديالنا ثلاث ثلاث 5000 شنو 5000 درهم للجوجه هذو هي الاصدقاء ديالنا تسمع حنا شي ناس اللي شدوا ديال ملاي كاين واحد السيد صاحبنا راشد تا هو خاص بالجوج وكذا وشي نعم وداك الشيء كيبقى مساله تاع قناعات وكل واحد كي ما فرق الله اللي فاطمه اسماعيل باش كل يجي على الليله حنا بدا نعيبو على تا واحد هي بالنسبة لي أنا كفكرة الشخصية ديالي والرأي ديالي أنايا تنقول الحمام كيما بيكون خاصو يبقى تنقولو واحد خصوصا لا حمام الفيل حمام الفيل باقي خاصو بزاف الأمور باش نوصل هذاك النيفو اللي كتبيع السيدة أنا بهذا الثمن الثمن وكمية الثمن ندير واحد الحاجة بون ندير واحد الحاجة أنت افتقدت لحنا المراكشيين حنا المراكشيين بالنسبة لحنا تاع الفيل أنه واحد الثقافة ديال نيديري هذيك الثقافة هي أحسن ثقافة أظن أنايا لا جو هي راهي مسألة تاع من شي حاجة تنقول واحد مو عاد أنا بان فيها دابا منين حمام تفعل بدات تفقد شوية حيت دابا حمام تفعل بدا تيخدم نعم بدا المستوى ديالو بدا تيخدم تنشوفو دخل فيه بيع وشراء دخل فيه شوية تاع التجارة وبعدا التجارة كيجي يكتب هو من الأساس باش أنه يبيع ويشري في الحمام